إذا يبدو أن العلاقات مع الخارج التي راكبها شركاء الحكم الانتقالي في السودان على مدى ما يزيد عن سنتين أصبحت بعد الانقلاب العسكري محل تساؤل ومراجعة من قبل أطراف دولية كثيرة. واشنطن التي أعلنت رفضها للانقلاب على التجربة المدنية في السودان اختار وزير خارجيتها أنتوني بلينكن الاتصال مباشرة برئيس الوزراء عبد الله حمدوك للتأكيد على أن حكومته ما زالت شرعية في الميزان الأمريكي. الموقف نفسه الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي وهو يرفض بشكل قاطع وقف مسار الانتقال الديمقراطي في السودان. في هذا السياق نتساءل عن تأثير الموقف الأمريكي والأوروبي على المشهد في السودان الآن، وهل اتضح موقف باقي الأطراف الإقليمية من قرار العسكر التراجع عن خيار التحول الديمقراطي في السودان؟ من يحث هذا الخطو في شوارع الخرطوم عليه أن يتوقف قليلا، فما عادت كل الطرق سالكة، كما ما عاد جيش يستأمن هنا على ثورة. بتلك القناعة رص هؤلاء السودانيون هذه المتاريس. إنه اليوم الثالث في تاريخ متوتر آخر يبدأه السودانيون منذ قطعت آخر الصلات بين المدنيين والعسكر وأعلن الانقلاب. انقلاب قد يقطع صلات السودان مرة أخرى بالخارج. هنا مطار الخرطوم، الحركة الساكنة والمطار خارج الخدمة. يخشى أن تعود الآن البلاد بعد فسحة سنتين من التطبيع الدولي مع سلطة جديدة إلى العزلة السابقة مرة أخرى. فساعات قليلة بعد هذا اللقاء مع المبعوث الأمريكي اتخذ هؤلاء قرار الانقلاب. هنا في واشنطن الإدارة الأمريكية تقول إنها جاءت لتنتصر من جديد لأدبيات الانتقال الديمقراطي عبر العالم. بدا الأمر الواقع كما يريد فرضه العسكر أمرا مرفوضا. هكذا أوحى اتصال وزير الخارجية الأمريكي برئيس الوزراء السوداني. تجاوز بلينكن واقعا حمدوك، واقع تحت الإقامة الجبرية بطريقة ما، وأصر أن يبلغ رسالة واحدة: الحكومة المدنية هي مخاطب الأمريكيين الآن. كانت تلك خطوة في سلسلة خطوات تواترت من واشنطن خلال اليومين الماضيين. نحن على اتصال مباشر بالدول ذات التأثير على السودان لنبعث رسالة مفادها أن ما حصل مقلق وغير مقبول. وسريعا جاء الرد. على ضوء هذه التطورات قررنا تعليق مساعدات بقيمة 700 مليون دولار لمساعدة الاقتصاد السوداني. هنا في باريس على طرفي الرئيس الفرنسي كان يقف قبل أشهر قليلة شريك الحكم في السودان، وفرنسا والاتحاد الأوروبي من خلفها يحشدان للتجربة السودانية الدعم. الآن هنا في بروكسل تغير الخطاب، يقول الاتحاد إنه لا يقبل الانقلاب بأي شكل من الأشكال. لكن الردة الديمقراطية في السودان قد لا تغضب الجميع. هنا في مجلس الأمن الدولي كان لبعض العواصم رأي آخر. في جلسة مغلقة لمجلس الأمن بدا للروسي أن الإدانة لا يجب أن تمس المنقلبين فقط بل المنقلب عليهم أيضا. وفي هذه الجلسة وقريبا هذه المرة من الجغرافيا السياسية للخرطوم انقسم الاتحاد الأفريقي بين مؤيد ومعارض لتعليق عضوية السودان قبل أن يحسم القرار لإدانة الانقلاب. انقلاب لم يبدو أيضا مزعجا للكثيرين سواء في الجوار القريب أو البعيد. إذن لمناقشة هذه المواقف الدولية وتأثيراتها على الوضع هنا في السودان أرحب بالدكتور أمين إسماعيل مجذوب الخبير الاستراتيجي لمركز الدراسات القومية ينضم إلينا من هنا من الخرطوم. أيضا أرحب بالأستاذ دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر ينضم إلينا من الدوحة، وأيضا من واشنطن إدوارد جوزيف أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز أرحب بكم جميعا. دكتور أمين إسماعيل بداية وقبل أن نتطرق إلى هذه المواقف الدولية وغيرها دعني أبدأ معك بداية بموقف العسكر والجيش نفسه، هل حسب أو يعني أخذ في الحسبان البيئة الاستراتيجية داخليا ودوليا وإقليميا أيضا لهكذا خطوة قبل أن يقوم بما قام به يعني تجاه تغيير الوضع السياسي في البلاد؟ مساء الخير، مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. حقيقة الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق الأول عبد الفتاح البرهان
كانت في مجملها نتيجة لدراسة للواقع المحلي، البيئة المحلية، وتم حساب كل الخيارات الموجودة والعناصر المؤثرة على هذه الإجراءات الاستثنائية بإعلان حالة الطوارئ واعتقال المسؤولين الحكوميين. لكن من الواضح أن لم يتم عمل حساب دقيق للبيئة الإقليمية والدولية، لذلك جاءت هذه ردود الأفعال مفاجئة من الاتحاد الأفريقي، من الأمم المتحدة، من الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر شريك للسلطة الإقليمية، ومن فرنسا وألمانيا وبريطانيا. لذلك مثل هذه الإجراءات لابد أن تحسب حساب دقيق لكل عناصر البيئة الاستراتيجية المحيطة بالدولة، وكذلك دول الجوار، وكذلك التحالفات الإقليمية والدولية. لذلك جاءت هذه ردود الأفعال في وقت وجيز جدا، 48 ساعة من الأحداث جاءت ردود الأفعال. أنا أعتقد أنها صادمة، وربما تجعل كثير من المتغيرات تظهر على السطح في 24 ساعة أو 48 ساعة القادمة. نعم سيد إدوارد جوزيف من واشنطن، وأعود معك أيضا إلى الموقف الأمريكي. إلى حد الآن واشنطن ترفض توصيف ما حدث بالانقلاب رغم تنديدها ودعوتها إلى العودة إلى المسار الديمقراطي وتهديدها باتخاذ إجراءات أخرى أيضا، وكأن في واشنطن مواقف وليس موقف واحد تجاه ما حدث في السودان. من الواضح أن هنالك ردة فعل سلبية تماما في صفوف إدارة بايدن إزاء هذا الاستيلاء العسكري على السلطة التي قادها الجنرال البرهان. هذه مسألة محسومة، وأفضل تعبير عن ذلك هو مقارنة ردة الفعل الأمريكية بما حصل إزاء تونس مع الرئيس السعيد، حيث كان موقف الإدارة الأمريكية أكثر حذرا وترددا في نهجها، ولم تتخذ أي إجراءات من قبيل تعليق المعونة إلى تونس مثل ما فعلت في السودان. نحن نتحدث عن 700 مليون دولار أمريكي كمساعدة طارئة للسودان، وكان هنالك أيضا انتقاد حاد ولاذع وحملت الجيش مسؤولية حماية المدنيين والزعماء المدنيين والمحتجين المدنيين، وهذه التحركات من قبل الجيش انتقدت هنا، هذا لم نراه في تونس مثلا. لذا فإن من الواضح أن هذه مفارقة وانتقال ملحوظ تماما من الموقف في تونس. لكن تردد الولايات المتحدة في استخدام توصيف الانقلاب ربما يكون تكتيكيا، ربما تتحفظ على هذا التعبير ما لم يتحرك البرهان في اتجاه تعاوني مع الموقف الأمريكي، وربما تصاعد الولايات المتحدة الأمريكية من لهجتها وموقفها وتصنف ما جرى بأنه انقلاب. نعم دكتور حسن البراري من الدوحة، ودعنا نتحدث معك عن المواقف العربية. على ماذا ترتكز هذه المواقف بتقديرك، وهي التي لم تبدو واضحة، يعني جاءت غامضة نوعا ما، لا يوجد موقف واضح وصريح تجاه الانقلاب في السودان. هل صادف انقلاب السودان هوى في نفوس الجيران كما عنونت بذلك إحدى الصحف الفرنسية اليوم؟ يعني ما من شك أنه أصلا العسكر عندما دخلوا في انقلابهم الأول كان ذلك برعاية إقليمية معروفة، هنا نتحدث عن القاهرة وأبو ظبي على وجه التحديد يدعمون الجناح العسكري في هذه الحكومة أو في هذا الحكم الذي كان ينبغي أن يكون انتقاليا لتتحول السودان إلى دولة ديمقراطية تمثل شعبها ومصالحه. لكن واضح أنه هناك في صدام ما بين الرؤى الإقليمية، يعني هناك رؤية تريد أن تقضي على هذه التجربة الانتقالية حتى لا تتحول إلى كابوس ديمقراطي يمكن أن يؤثر على الإقليم بشكل عام، ويمكن أن يحرج هذه الدول التي لا تعرف شيئا عن الثقافة الديمقراطية. فبالتالي للعسكر هناك حظوة كبيرة جدا سواء في القاهرة أو في أبوظبي، وهذا واضح تماما. وأنا بتقديري، وهذا لا يستند إلى معلومات وأنا ما يستند إلى تحليل، لا يمكن للفريق أو البرهان أن يقدم على هذه الخطوة دون أن يقوم بعملية تشاور أو تنسيق مع عواصم يعتقد بأنه يمكن أن يتكئ عليها في قادم الأيام، لأنه يعرف البرهان وهو ليس شخصا عاديا وليس شخصا ساذجا
يعرف بأن خطوة من هذا النوع ستثير غضب دول أوروبية وستثير غضب أيضا يعني غضب شعبي داخل السودان، وربما هو بحاجة إلى دعم إقليمي لكي يستطيع أن على الأقل يمضي بهذه الخطوة أو يقلل من الكلف التي يمكن أن تترتب على استمرار هذه الخطوة. من هنا يعني لا يمكن النظر إلى البيانات التي خرجت من بعض الدول العربية والتي تعبر عن القلق، هي بمعنى أنها تنتقد ما يجري في السودان أو أنها تدين هذا الانقلاب الواضح، لأنه تقنيا هو انقلاب بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وذلك لأنه في عندهم رغبة أن يقوم البرهان بالقضاء على هذه التجربة الناشئة التي يمكن أن تنقل السودان من حالة إلى حالة، وهذه الحالة ستكون محرجة لهذه الأنظمة. طيب، عندما تقول بأن البرهان والعسكر في السودان ربما استندوا على هذا الموقف الإقليمي ربما المؤيد واستهان بين قوسين ربما برد الفعل الداخلي والدولي، هل بهذه السهولة ربما يعني يتعامل العسكر في السودان مع ردود الفعل الداخلية والدولية ويكتفي ربما بدعم غير واضح وصريح من الجهات الإقليمية؟ يعني واضح تماما بأنه لديهم القراءة وقراءة دقيقة بالمناسبة للمشهد الإقليمي، وأنا كما قلت أن البرهان ليس رجلا ساذجا، وهو يعرف بأنه هذا ليس الانقلاب الأول أو الثاني، حتى هناك انقلابات في هذه المنطقة، أهمها انقلاب عام 2013 الذي انتقدوا الكثير من القوى الدولية والدول على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، لكن عندما اتكأ النظام المصري على المساعدات الخليجية على وجه التحديد تمكن من إحكام السيطرة على مصر، وأصبح هناك تطبيع لفكرة أن هذا الانقلاب هو انقلاب شرعي أو أنه ربما يمثل السلطة الشرعية في مصر. يعني هناك سابقة في هذا الإقليم يتكئ عليها البرهان وأعوانه بأنه كل ما المطلوب منهم الآن الصمود نوعا ما أمام هذه الانتقادات، وهي موجة ستزول مع الزمن إن صمد البرهان وإن تمكن من الحصول على المساعدات العينية التي يحتاجها من أجل توطيد قبضته في السودان. أنا بتقديره هو يعول على ذلك، هو يفهم بأنها هي عبارة عن عملية بمعنى سيرورة تأخذ وقت، ليست يعني عمل انقلابي في 24 ساعة ثم ينتهي الأمر، لا، هناك تحديات كبيرة وهو يعرف ذلك، لكن هذا مرهون بعاملين، الأول قدرته على الصمود أمام الضغط الدولي، ثانيا النوع المساعدات التي ستأتي من قبل العواصم التي تدعم هذا الانقلاب. دكتور أمين إسماعيل، سأسألك عن التبعات المحتملة لهذه الضغوط، ولكن كما ذكر دكتور حسن البراري، هل يعول البرهان والعسكر ربما على عامل الوقت وربما القدرة على الصمود في فترة ما لتجاوز هذا الرفض الداخلي والدولي؟ في البداية لازم من التوضيح المهم جدا أن بنود الألفية الثالثة تمنع أي حكم عسكري، والسودان موقع على بنود الألفية الثالثة التي تتحدث عن مدنية الدولة وحقوق الإنسان وبقية البنود المعروفة. إذن السودان دولة في المجتمع الدولي، هذا ليس وقت لانقلابات أو أي حكم عسكري يسمح به، والسودان أيضا ليس تابعا لأي دولة إقليمية حتى يحتزي بتجاربها أو يأخذ توجيهات منها للقضاء على أي تجربة داخل السودان. أيضا الشعب السوداني هو الفاعل الرئيسي في الحفاظ على هذا الحكم أو رفضه أو مغاومته، هو الشعب السوداني وليس مسألة الحصول على معينات أو الوقت الذي قد يوفر غطاء لهذه الإجراءات الاستثنائية. وعموما القائد العام تحدث عن إكمال الفترة الانتقالية وليس إلغائها، يتحدث عن إكمال الفترة الانتقالية وإكمال هياكل السلطة والوصول إلى الانتخابات، إذا ما زال الباب مغاربا أمام التجربة الديمقراطية. بالنسبة لما يترتب على مسألة الموقف الإقليمي أو الدولي، أعتقد أنه هنالك خطان متوازيان، إما أن يستمر قائد الجيش في هذه الإجراءات ويصر عليها ويدخل في صدام مع الشعب السوداني الذي معبأ الآن تعبئة كاملة وهنالك صيام مدني وإضراب عن العمل، وبالتالي قد يدخل هذا الصدام مع القوات النظامية والعالم كله سيتدخل لأسباب إنسانية. ولا ننسى أن هنالك بعثة أممية موجودة داخل السودان بموجب الفرصة الصدام مع القوات النظامية. تقول دكتور إسماعيل كيف ذلك؟ نعم، هذا خيار، نعم هذا خيار، هو خط متوازي مع خط آخر،
إذا أصر على هذه الإجراءات ولم يتم توفيق الأوضاع. طيب ولكن ماذا يعني السوداني. ماذا يعني الصدام؟ نعم، ماذا يعني الصدام مع القوات النظامية في هذه المرحلة يعني بالذات إذا لم يكن لهذه الخطوة خطوة الانقلاب العسكري أي تأييد ربما حتى داخل الجيش أو أجزاء من الجيش؟ الصدام يعني الابتعاد عن سلمية الثورة، يعني الابتعاد عن سلمية الثورة، ويعني التدخل الأجنبي. هنالك مبدأ التدخل لأسباب إنسانية. أي دولة في العالم أو أي حكومة تنتهي حقوق الإنسان في دولتها حتى ولو كانت تحاول معالجة أمر ما، العالم من حقه أن يتدخل، وهنا تضيع السيادة. الخط الثاني الموازي لهذا الخط هو أن يتم التوافق مع القوى السياسية حسب ما يريد العالم، حسب ما يريد الشعب السوداني، وبالتالي البحث عن مخارج لهذه القرارات الاستثنائية. هذا هو الموقف بالضبط وما يترتب عليه في المرحلة القادمة. سيد إدوارد جوزيف من واشنطن، أعود إليك مجددا، ونتحدث هنا عن ربما مشاورات مستمرة الآن بين الأمريكيين والروس حول تفاهمات ممكنة إزاء ما حدث في السودان. الروس يرفضون أيضا ما حدث بأنه انقلاب. الروس أيضا لديهم مصالح في السودان وفي المنطقة، وعينهم على البحر الأحمر وعلى القاعدة العسكرية الاستراتيجية هناك. هل سيتوصل الأمريكان والروس إلى تفاهمات ما إزاء الوضع في السودان؟ لا، لا أعتقد ذلك، ولا أرى أي احتمالات للتعاون أو التنسيق الروسي الأمريكي بأي صورة ملموسة في السودان لعدة أسباب. بالمناسبة دعونا نتذكر أكثر ما يمتعض منه الرئيس فلاديمير بوتين هو الثورات المؤيدة للديمقراطية التي تطيح بالطغاة وبالديكتاتورين، وهذا تماما ما حدث مع البشير وتلك الحكومة التي ترأسها حمدوك الذي أطيح به وحتى اعتقل من قبل الجنرال عبد الفتاح البرهان وتهمته العسكرية، وهذا تماما ما تمثله هذه الحكومة. حركة شعبية ديمقراطية تطيح بدكتاتورية، هذا هو النقيض تماما لما يفضله فلاديمير بوتين في العالم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية متنافسان استراتيجيان، وروسيا لا تود أن ترى الديمقراطية تنجح. ووزير الخارجية بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفن دعايا بصورة واضحة إلى العودة إلى المسار الديمقراطي، وهذا نقيض ما توده روسيا. وعلى المستوى التكتيكي، على مستوى المصالح، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية غير متوائمين إطلاقا بأي نحو وبأي صورة في السودان. على العكس من ذلك تماما، الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل الضغط على الجيش الذي يقوده الجنرال البرهان من أجل استعادة المسار الديمقراطي والعودة إليها وعدم المضي في هذا البقاء الممدد في السلطة، لأن البرهان يبدو بأنه يود البقاء وصولا إلى عام 2023، وهذا وقت طويل جدا. نعم دكتور حسن البراري، تحدثنا عن المواقف العربية، وأضيف هنا أيضا موقف الجامعة العربية التي لم يصدر عنها أي تعليق أو بيان حول ما حدث في السودان. ولكن بالإضافة إلى ذلك يوجد عامل آخر أو طرف آخر، نتحدث هنا عن إسرائيل التي بدأت مسار تطبيع مع السودان. حسب التقارير الإعلامية الآن من إسرائيل، فإن الداخل الإسرائيلي مطمئن ومرتاح لهذه الخطوة التي قام بها الجيش. هل نفهم ذلك بأن الانقلاب العسكري في السودان ربما يمثل ضمانة للإسرائيليين للاستمرار في مسار التطبيع، وبالتالي التعويل أو مواصلة التعويل على البرهان في هذا المسار؟
يعني ما من شك انه في السنه الاخيره كان يعني واضحا ان الحكومه الاسرائيليه بصرف النظر سواء كانت نتنياهو او نفتالي بنت يعولان كثيرا على العلاقات مع السودان، علاقات التطبيع، وتاريخيا العلاقات كانت دائما مع الحكومات العسكريه، يعني منذ ايام النميري ويهود الفلاشه وتهجيرهم والى اخره، كل هذا كان يتم مع حكومات عسكريه. فبالتالي هناك اعتقاد راسخ لدى الدوائر صنع القرار في تل ابيب بان السودان غير الديمقراطي الذي يقود العسكر او الذي يتحكم به العسكر حتى لو كان رئيسه مدني، هو افضل ضمانه لمصالح اسرائيل في العلاقه مع السودان، وهو يفهم ذلك جيدا، يعني بمعنى ان القاده في السودان سواء كان البرهان او حتى محمد حمدان حمدتي دائما كانوا يعني ياتوا بتصريحات قريبه جدا من مواقف تل ابيب، وكانوا اكثر الناس حماسه يعني اقامه علاقات دبلوماسيه مع اسرائيل والتطبيع العلاقات معها، لانهم كانوا يعتقدوا بانه الطريق الى قلب واشنطن يمر من تل ابيب، بمعنى انه اذا رضيت عنهم تل ابيب يمكن للولايات المتحده الامريكيه ان ترفع هذه العقوبات، وهذا ما تم بالفعل، يعني ما ان اعيدت يعني مش اعيدت ما تم يعني تشييد علاقات بين الجانبين الاسرائيلي والسوداني، حتى قامت الولايات المتحده الامريكيه برفع السودان اسم السودان من قائمه الارهاب الدولي. فهذا يعني مريح جدا للقادة العسكري، ومريح جدا أيضا بالنسبة لإسرائيل، لأن إسرائيل في مصالح في أمن البحر الأحمر، وهي أكثر قدرة على تحقيق هذه المصالح من خلال التعامل مع حكومة غير ديمقراطية أو حكومة يتحكم بها العسكر أو مع العسكر أنفسهم. هذا هو بالنهاية جوهر الموقف الإسرائيلي. نعم، دعني أواصل معك مع الموقف الأممي في مجلس الأمن، وأريد التركيز هنا على موقف تونس العضو غير الدائم في مجلس الأمن، وقد أشار ضيفنا من واشنطن السيد إدوارد جوزيف إلى مقارنة بين تعامل الموقف الدولي والأمريكي مع ما حدث في تونس ومع ما يحدث الآن في السودان. كيف تقرأ هذا الموقف التونسي، وهل السودان والعسكر هنا ربما يعولون على تعامل دولي مماثل مع ما حدث أيضا في تونس؟ وهو ما لم يحدث حتى الآن على ما يبدو. يعني أنا المقاربة نعم المحاولة يعني إجراء مقارنة بين الوضع التونسي والوضع السوداني أنا أعتقد أنها غير منطقية، لأنه الوضع في تونس مختلف تماما، هناك حكومة ديمقراطية، هناك رئيس تم انتخابه أيضا بتقريبا 73% من الأصوات، هل هو قام بانقلاب دستوري؟ هذا العالم يحاكمه والعالم يحاول أن يقنعه بالتراجع عن ذلك، لكن لا ننسى حقيقة أنه تم انتخابه، فبالتالي الانقلاب انقلاب سياسي لا علاقة العسكر به ويمكن التراجع عنه، لكن في السودان لا البرهان ولا اللي معه كلهم جاءوا نتيجة الإرادة الشعبية السودانية، فبالتالي هم اغتصبوا السلطة، هو أصلا دخولهم على اللعبة من البداية كان بانقلاب، وقبولهم اللي غصبا عنهم بمعنى أنه رغما عنهم بمشاركة المدنية كان من أجل أن يعطوا وجها جميلا لهذا الانقلاب، لكن أيضا التضارب المصالح والتنافس بين جناحي السلطة في السودان أدى إلى هذا الحسم، طبعا بتوافق مع بعض العواصم العربية. أنا بتقديري المقارنة مختلفة، والوضع التونسي أكثر قدرة إلى العودة الطبيعية يعني والسلمية من الوضع السوداني الذي يمكن أن يأخذ باب التصعيد في قادم الأيام. نعم، أختم معك دكتور أمين إسماعيل بالعمق الإفريقي للسودان. الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية السودان، يوجد وفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي سيصل الخرطوم خلال الساعات ربما أو الأيام المقبلة، ماذا بيد هذا الوفد وأي مقاربة يمكن أن يحملها للتعامل مع الوضع الجديد في السودان وفي محاولات إقناع العسكر بالعودة إلى المسار الديمقراطي وتسليم السلطة للمدنيين؟ مجلس السلم والأمن الأفريقي لديه تجربة سابقة في العام 2019 عند اندلاع ثورة ديسمبر، تم تعليق عضوية السودان لمدة 90 يوما، وبالتالي كانت هنالك مطلوبات قام بها المجلس العسكري الانتقالي حينها، وبالتالي تم إعادة العضوية بعد استيفاء الشروط المطلوبة. الآن ربما هذا الوفد سيعرض نفس الشروط على النظام الجديد الموجود برئاسة قائد الجيش، وإذا تم استيفاء هذه الشروط ربما ترفع التعليق، ولكن هذه المرة طبعا الأطراف مختلفة. المرة السابقة كان مجلس عسكري فقط بدون أي أطراف أخرى، الآن في أطراف حكومة، في رئيس وزراء كان موجود،
في مدد شعبي كبير جدا وثوار موجودون على الأرض، وبالتالي في معتقلين سياسيين. هنا تختلف الصورة تماما، إضافة لأنه مجلس الأمن والسلم الأفريقي تحرك بعد الموقف الأمريكي والأوروبي، مواقف كانت صادمة، مواقف كانت عنيفة، ولذلك جاء هذا القرار صادم وعنيف. أعتقد أنه ستتم مفاوضات وربما يقتنع مجلس السلم والأمن ويرفع توصية إلى مجلس الأمن الدولي، لأنه هذه الطريقة التي تدار بها الأزمات في أفريقيا. وبالتالي إذا تم تدويل هذه الأزمة قد يكون هنالك تدخل إقليمي ودولي، وربما تضيع أسباب الأزمة الجذرية التي أدت إلى هذا الوضع. هذا هو المطلوب من الاتحاد الأفريقي الآن، الإسراع في الوصول إلى تفاهمات مع النظام الجديد في الخرطوم. شكرا جزيلا لك الدكتور أمين إسماعيل مجدوب، الخبير الاستراتيجي لمركز الدراسات القومية من الخرطوم. من الدوحة دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر. ومن واشنطن إدوارد جوزيف، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز. شكرا جزيلا لكم، والشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام. في أمان الله.